الو حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير. اتمنى اللي يشوف القناة يشترك بقناتي ويفعل الجرس ويحط لي لايك، يشوف الفيديو يحط لايك، اكون ممنونة من عندكم. اليوم موضوعنا على نبات اجافة امريكي. نبات هو من الصباريات، يعتبر له اوراق طويلة حادة الحواف مالتها، لونها أخضر مزرق أو أخضر رمادي تكون ألوانها. طولها تقريبا يوصل عن المتر. موطنه الأصلي هو غرب أمريكا وشمال أمريكا الجنوبية والمكسيك. طبعا ما بي أشواك، هو صح هو من الصباريات بس ما بي أشواك، بس عنده براس الورقة المدببة تكون شوكة، فالعنده أطفال ينتبه على هاي الشغلة. عنايته كلش بسيطة، ما يحتاج أي عناية. يتحمل الشمس الحارة وينطي هاي الخلفات، هاي دا تشوفوها هسه، هاي خلفاته. هاي سمنطيني عندي 3 خلفات، هاي وحدة وديج، وبعد لي ورا أكو هاي اللخ، هاي الثالثة منطيني، وقبل كان هم منطيني 3، اخذتهم من عندها وزرعتهم بغير مكان، واحدة بسندانة زرعتها واحدة بنفس المكان. طبعا هاي بحديقة البيت الخارجية مو بالداخل، بحديقة البرة زرعتهم. منظرها حلو، يعني اذا واحد بركن يخليها تطي منظر للحديقة. طبعا الجو تراب، وهاي تشوفوها يعني هي برة مو نظيفة كلش. طبعا ورقتها كل السميكة. عندي طبعا قلت لكم توصل لحد المتر. طبعا هاي الأوراق السفلية مالتها تقصوها طبعا، ولح يصير عندكم مثل الجذع لها طويل، ويصير على شكل دائرة تعتنون بيها تنظموها. يعني تكاثرها مثل ما قلت لكم بالخلفات، تاخذون هاي الخلفة من عندها وتزرعوها بغير مكان. سقيها، تحتاج اذا بالشمس الحارة كلش زارعيها يوميا، يعني تنسقي، وبالشتاء حسب جفاف التربة مالتها. طبعا اذا بالسندانة ما لح تكبر عندكم، بالسندانة ما لح تكبر عندكم، حسب كبر السندانة حتكون، مو مثل ما بالارض تكبر هنا. هاي خلفاتها مثل ما تشوفوها هسه. تسميدها بالصيف تسمدوها تقدرون 3 مرات يعني خلال الصيف كليته، يعني هي ما تحتاج مثل ما قلت لكم عناية. أتمنى تستفادون من هذا الفيديو، حطوا لي لايك ومع ألف سلام.